شكرا للزميل محمد بقريس بالاستديو التحليلي. سيداتي انساتي سادتي مشاهدين قناة كويت سبورت في تلفزيون دولة الكويت، احييكم انا طارق الملا، افضل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن استاد الصداقة والسلام التحية موصولة لكل من يتابعنا ويشاهد هذا اللقاء المباشر ما بين نادي القادسية ونادي السالمية في الجولة رقم 17 في دوري فيفا نسخة رقم 55، وفي المرحلة القسم الثالث اللي تجمع الفريقين. هذه المباراة بقيادة حكام اللقاء الواضحين معنا بالصورة، قيادة حكم الساحة أحمد العلي، مساعد أول ياسر أحمد، مساعد ثاني محمد أشكناني، حكم رابع عمر وعبد الله الكندري، أما الحكم الإضافي الخامس عبد الله الهجرس، والحكم الإضافي السادس فهد سعد اليعقوب. إذن نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم لهذا اللقاء، لكن راح نستذكر أسماء الفريقين قبل بداية المباراة. بالنسبة لنادي القادسية، حراسة المرمى خالد الرشيدي، خط الدفاع عامر محتوق، عبد الرحمن العنزي، مساعد ندى خالد القحطاني، في الوسط ريناتو ورضا هاني، محمد ماوي، أحمد الظفيري، في خط الهجوم أحمد الرياحي، لاسينا ديابي. هذه بالنسبة لتشكيلة فريق نادي القادسية. أما بالنسبة لنادي السالمية وهو صاحب ركلة البداية، سطام الحسيني في حراسة المرمى، خط الدفاع محمد الهدود، غازي القيدي، أحمد عبد الغفور، علي نادر، خط الوسط رجي وفهد مرزوق، يتقدمهم أيضا عدي صيفي، شاهين الخميس، في خط الهجوم فراس الخطيب وفهد الرشيدي. إذن بداية أحداث المباراة ما بين الفريقين، تمنى التوفيق أيضا بنفس التوقيت أيضا النصر والتضامن. كرة ملعوبة لصالح السالمية، بداية إذن هي سماوية ما بين الفريقين، تنقطع الكرة لصالح القادسية، عبد الله ماوي، ملعوبة أحمد رياحي داخل 18، بحاول لكن تغطية من أحمد عبد الغفور، والكرة لخارج الملعب. بداية إذن يخطف الكرة أحمد الرياحي بتمريرة من عبد الله ماوي، لكن تغطية أحمد عبد الغفور، إذن الكرة في خارج الملعب، رمية تماس. عامر معتوق إلى ريناتو، اللي ما بيحاول لكن بعيد عن الجميع، والكرة في خارج الملعب. أولى لمسات الغاسية، رجوع هذا مساعد ندى العائد من بعد الإصابة، أكثر من لاعب إذن يعود في هذه المرحلة مع القادسية، يعاني الكثير من حالات الإصابة. رمي تماس لصالح القادسية، عمرو محتوق، جئت اليمين لمصلحة القادسية، أحمد عبد الغفور، كرة مع القادسية، عبد الله ماوي جهة اليمين بيحاول يمر لكن تنقطع طويلة في الأمام ناحية فهد الرشيدي، ترجع لمصلحة القادسية، تلعب جهة اليمين عبد الله ماوي، كرة مع القادسية لكن تغطية من فهد مرزوق لخارج الملعب، عبد الله ماوي، عبد الله ماوي، هذا فهد مرزوق، التغطية كانت هي لمصلحة القادسية، ملعوبة الكرة أيضا لخارج الملعب. إذن بداية أحداث الشوط الأول والدقيقتين عدت. إذن بالنسبة للقاء الفريقين هو بالقسم الثالث
في القسم الأول تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما. سجل الغازي أحمد الرياحي، محمد الفهد، أمل السالمية، عدي الصيفي، وفهد الرشيدي. في القسم الثاني تقابل الفريقين وفاز السالمية 2-0، والأهداف كانت لفهد الرشيدي ونايف الزويد. إذن بالنسبة للقادسية هي مباراة رد الثأر من السالمية. إذا يعني اتفقنا على العناوين في هذه المباراة، رغم أن في طموح كثير الحقيقة من ناحية الترتيب والمراكز والكرة ملعوبة لصالح القادسية، لكن تغطية من علي نادر، كرة مع السالمية، روجي الآن يستلم كرة جهة اليسار ملعوبة. بالنسبة لموقف نادي السالمية عنده من النقاط 27، 26 نقطة. أما بالنسبة للقادسية 23 نقطة. إذن طموح الفريقين بتعديل المراكز والوصول للمركز الثاني. كرة ملعوبة لخالد القحطاني، جهة اليسار بيلعب كرة عرضية ومحاولة بالرأس، لكن تغطية من الهدهود بيحافظ عليها اذا سطام الحسيني، لكن الكرة كورنر. كورنر تغطية ايضا قبل عادة خالد القحطاني من جهة اليسار، قدم بيلعب كرة عرضية حاول فيها لسينا، لكن تغطية كانت من حارس المرمى ايضا مع الهدهود، لكن الكرة كورنر. كورنر لصالح القادسية. لما على التنفيذ الكورنر، كورنر لصالح القادسية. ايضا توجيهات من حكم مباراة احمد العلي. كرة ملعوبة، كورنر لصالح القادسية، شال متابعة من العنسي، لكن يشيلها غازي القهيدي يتابعها مساعد ندى. كرة ملعوبة لصالح القادسية، محاولة لكن تنشال ايضا من احمد عبد الغفور، دفاع السالمية يتابعها شايل الخميس جهة اليمين، ممكن تكون هزمة، لكن عبد الله ماوي ايضا اللي بيغطي. كرة لخارج الملعب، رمية تماس، اول كورنر في المباراة اذا للدقيقة 5 لمصلحة القادسية. لكن الآن الكرة مع السالمية، أحمد عبد الغفور، كرة ملعوبة. لصالح السالمية محمد الهدهود. سالمية بيلعب كرة طويلة جهة اليمين ناحية شاهين الخميس. كرة لصالح السالمية. شاهين الخميس بيحاول يمر، بيلعب كرة عرضية لكنها بعيدة عن فراس الخطيب. كرة لخارج الملعب شاهين خميس، ملعوبة على طول لعامر محتوق، قدام عامر، مرر إلى ضفيري، نغلة ديابي، لكن لراية وموقف تسلل سينا ديابي المساعد الأول. الثاني اللي هو محمد إشكناني المساعد الثاني للحكم أحمد العلي. إذن هجمة كانت ممكن تكون سريعة لصالح القادسية، لكن الأمور الآن ما زال التعادل. 7 دقائق مرت إذن أحداث الشوط الأول. كرة ملعوبة لصالح السالمية، وانتوا على طول إلى علي نادر، جهة اليمين يتقدم علي نادر بيلعبها، لكن تغطية من عبد الله ماوي. أول كورنر لصالح السالمية، أول كورنر. سلامات علي نادر. تغطية الملعب، تأكد أحمد العلي من سلامة وجاهزية اللاعب. إذن السالمية قادم ب 27 نقطة بالمركز الثاني، والقادسية بالمركز الثالث 23 نقطة. والفرق الأخرى بالنسبة للعربي وكاظمة، العربي 23 نقطة.
كاظمة 20 وعندهم مباراة باكر والمنافسة قريبة ما بين الأربع الفرق المذكورة على المركز الثاني، وفي حسابات بالنسبة للمتصدر نادي الكويت 36 نقطة. حسابات كثيرة الحقيقة لكن تعتمد، يعني الأمور بالنسبة من يفوز ومن يتأخر بالنتائج الأخيرة. هذا جانب من دكة احتياط السالمية عبد العزيز حمادة وترك اليوسف مدير عام ورئيس الجهاز في السالمية، بينما داليبور مدرب نادي القادسية. إذن سلامات علي نادر، تدخل الآن لنقل اللاعب يظهر بإصابة، إن شاء الله يرجع بالسلامة علي نادر. كرة ملعوبة كورنر لصالح السالمية، في راس به كرة مع شاهين لما بيقطعها البرازيلي إلى أحمد الظفيري، لكنها مقطوعة لصالح السالمية. فهد مرزوق بيرجعها إلى سطام الحسيني. سلامات علي نادر. إذن يظهر أن الإصابة قوية على اللاعب. شايف الجهاز الإداري يتأكد من سلامة اللاعب. كرة ملعوبة لصالح السالمية ومحاولة لكن بيقطعها عبد الرحمن العنزي. عبد الله ماوي بيكمل فيها لصالح القادسية، ينقلها لكن شاهي الخميس بيقطعها لصالح السالمية. لقاء الفريق إذن يجمعهم في استاد الصداقة والسلام في هذا اليوم. شاهين الخميس لاعب نادي السالمية، واللقاء اللي يجمعهم في هذا اليوم الجمعة 30/3. إذن محمد سويدان هو اللاعب البديل عن علي نادر. أتمنى السلامة لعلي نادر. طام الحسيني إذن يستأذن، وهذا محمد سويدان يدخل بديلا، يدخل بديلا إذن بتغيير اضطراري لعبد العزيز حمادة. إذن متابعينا مشاهدينا عودة مع إذن استئناف مباريات دوري فيفا. قبل أيام كانت مشاركات المنتخب الكويتي الوطني في أيام التوقف اللي هي لفيفا داي، ولقاءات كانت مع المنتخب الكويت مع المنتخب الأردني اللي تأخر بهدف مقابل لا شيء، وتقابل مع منتخب الكاميرون في استاد جابر الأحمد الدولي. كرة ملعوبة لصالح السالمية لكن بيشيلها عبد الرحمن العنزي، وكان الفوز لصالح منتخب الكاميروني 3-1. إذن مشاركة أكيد استفاد منها لاعبين منتخب الكويت والتوليفة الجديدة. والكرة ملعوبة من ليما جهة اليمين إلى أحمد الظفيري. أحمد الظفيري كرة مع القادسية، بيحاول يمر بيتقدم لكن بيرسل كرة إلى أحمد الظفيري، بيكمل فيها ديابي ليما حلوة خالد القحطاني لصالح القادسية، يحطه بالجول. جول جول لصالح القادسية، جول أول لصالح القادسية بالدقيقة 11. إذن يسجل القادسية هدف أول، يخطف كرة الحقيقة خالد القحطاني اللي بيتقدم ويساند من جهة اليسار ويساند زملاء. شوف شوف النقلات، شوف البداية، شوف الثلاثية والرباعية بلمسة رباعية من خالد القحطاني بمرمى نادي السالمية. هدف أول لصالح السالمية بالدقيقة 11. إذن تمر الكرة إلى القحطاني ويضع هدف أول في مرمى السالمية. 1 الغدسية لا شيء السالمية. دور أو القسم الثالث، إذن ينجح القحطاني بالمساندة من جهة اليسار
بهدف أول في المباراة عن طريق المساندة الإيجابية. هذا خالد القحطاني ينجح إذن بأولى الأهداف في المباراة. إذن اتكلم أن في القسم الثاني السالمية فاز 2-0 والتعادل كان 2-2 في القسم الأول. هل يأتي الغسيل ليرد الدين في هذه المباراة أمام السالمية، ولا السالمية يغير النتيجة؟ كل شيء جايز والوقت طويل. أحداث الشوط الأول، كرة ملعوبة، عبد الله ماوي بيحاول لكن بيقطعها أحمد عبد الغفور في رأس الخطيب. الآن نغلة إلى عدي لكن مقطوعة، عامر المحتوق، كرة مع الغسية مقطوعة للسالمية، رجي الآن مع الكرة الكاميروني بينقلها جهة اليمين إلى شاهين الخميس، كرة مع السالمية، رجي غير كمل فيها لكن عامر معتود بيتدخل بيقطعها، نغلة في الوسط إلى رضا هاني إلى عبد الله ماوي، كرة مع القدسية، رضا هاني نغلات والتحضير لكن لاعبين السالمية بيسكرون. إذن الممرات اللي ممكن تمر فيها النغلة، وفي فاول لصالح السالمية، فاول لصالح السالمية من جهة اليسار، الهدود يتركها إلى شاهين الخميس، كرة لصالح السالمية، كرة ثابتة ممكن يستفيد منها السالمية، لمسة فنية، كرة ملعوبة، محاولة لكن يشيلها خالد الرشيدي حارس مرمى الغدسية بيكمل فيها عبد الله ماوي إلى ليما، لكن تدخل سلطان الحسيني يخرج عن منطقة 18 بيشيلها من البرازيلي، من أمام البرازيلي الواضح بالصورة، ريناتو ليما، سلامات خالد الرشيدي. إذن التدخل كان لخالد الرشيدي، أحمد العلي حكم اللقاء يتأكد من سلامة خالد الرشيدي، سلامات. هدف إذن لصالح الغدسية، يأتي بالدقيقة 11 أحداث الشوط الأول اللي يتقدم فيه الغدسية. إلى الآن رمية تماس لصالح الغدسية، كرة ملعوبة داخل 18 ومحاولة لأحمد الرياحي جهة اليمين بيلعبها عرضية لكن تغطية دفاعية، ياخذها في رأس الخطيب لصالح السالمية بينقلها إلى عدي الصفي، عدي الصفي بيحاول لكن تغطية من رضا هاني لخارج الملعب، تلعب الكرة للسالمية محمد الهدهود يغير فيها ناحية مد عبد الغفور اللي بيلعبها طويلة أقرب لها خالد القحطاني، والكرة لخارج الملعب. القدسية صاحب 17 لقب من الدوري الكويتي، بينما السالمية عنده من الألقاب 4 ألقاب. خالد الرشيدي حارس مرمى الغدسية بيلعبها جيت اليسار، أحمد الظفيري، ريناتو بيرجعها إلى مساعد ندابي اللي بيلعبها بالأرض طويلة لكن أحمد عبد الغفور، وفي فاول لصالح السالمية، فاول لصالح السالمية. أول مرة السالمية بحقق الدوري كان في موسم 80-81 وآخر مرة كان في موسم 99-2. كرة ملعوبة لصالح السالمية، فهد مرزوق أحمد عبد الغفور حاول طويلة
لما إلى رضا هاني. رضا هاني كرة ملعوبة، نقلات الغادسية وتحضير لبداية هجمة جديدة، لأن السلمية بانتشار عالي جدا يقلل من فرص التمرير، لكن هذه الكرة مرة في النص إلى أحمد الظفيري مع رجي، وفي فاول على رجي، فاول لصالح الغدسية. لعادة حاول أحمد الظفيري، لكن رجي بقوة جسمانية في الاحتكاك، إذن فاول لصالح الغدسية. كرة ملعوبة لنص الملعب، تقدم لاعبين الغدسية في ملعب السالمية. فاول لصالح الغدسية. غدسية طبعا اللون اللي دائما معروف عنه اللون الاصفر، والسالمية باللون السماوي. ونجدد التحية لكل من يتابعنا في كل مكان، الحقيقة تتابعون معانا لقاء القدسية والسالمية في دوري فيفا الدوري الكويتي الدرجة الممتازة في استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة. كرة ملعوبة طويلة لصالح السالمية، فراس الخطيب، لكن تطول تطلع الكرة لخارج الملعب لصالح القدسية. والغدسية متقدم بهدف مقابل لا شيء، خالد القحطاني للدقيقة 11. كرة ملعوبة، أحمد الرياحي تلعب الكرة للسالمية، لكن تطلع الكرة لخارج الملعب، رمي تماس. ديابي بيكمل فيه أحمد الرياحي، حاول تقدم، حصل عليها ديابي، مرر لكن طويلة، رجي بيقطعها، ترجع لصالح القدسية. ظفيري ليما إلى خالد القحطاني صاحب الهدف، محاولة بكرة عرضية لكن أقرب لها سطام الحسيني. كرة لخارج الملعب، رمية تماس، أحمد الظفيري. القسم الأول كان في تجربة احترافية في الدوري السعودي، لكن يرجع في هذا القسم مع الغدسية. ملعوبة الكرة، شاهين الخميس إلى رجي، شاهين الخميس وانتو على طول، ومحاولة نقل الكرة، هجمة لصالح السالمي، عدين صيفي خطر ممكن تكون لكن بشوتها بعيدة عن مرمى الغدسية. عدي صيفي بيحط له كرة قوية، غاب كثيرا الحقيقة عدي صيفي عن الأهداف اللي ممكن كنا نتابعها، لاعب محترف الحقيقة مؤثر جدا من 2012 هو في فريق نادي السالمية، لكن خاصة في بداية هذا الموسم أصبح عدي الصيفي عند المهام يعني المتنوعة في أرضية الملعب، لكن اليوم شايف موجود في خط الهجوم، وفي أفضلية الحقيقة بالنسبة لوجود عدي الصيفي في خط الهجوم، إمكانية أن ممكن نشوفه كما كان صاحب أهداف جميلة. لكن الآن الغدسية متقدم إلى الآن بهدف مقابل لا شيء. كرة ملعوبة، ديابي بلعبة حلوة إلى خالد القحطاني، عرضية مرة ثانية لكن أحمد عبد الغفور بيشيلها، كرة لخارج الملعب، كورنر. حلو بتفاهم جميل ما بين ديابي وخالد القحطاني، لكن تغطية أحمد عبد الغفور، والكرة لخارج الملعب، كرة لخارج الملعب، كورنر، كورنر. هذا محمد سويدان اللاعب البديل اللي دخل بديلا بداعي الإصابة علي نادر. سلامات، كورنر، كورنر، هنا توليما بيلعبها، كورنر، محاولة بالرأس، العنزي بيتابعها، أحمد الرياحي، خارج 18 لكن في فاول، فاول لصالح الغدسية.
بمكان خطر على مرمى نادي السلمي. شوف لي عدد، شوف احتكاك إذن غازي القيدي مع أحمد الرياحي وخطأ لصالح القادسية بمكان يعني مساعد ندى المتعهد في هذه الأماكن. نجم الكبير مساعد ندى هو المتعهد في هذه الأماكن بالكرات الثابتة. مساعد ندى يعرف المرمى من هذا المكان، وفاول لصالح الغاسية. هل ينجح مساعد ندى ولا تغطية دفاعية ولا سطام الحسيني في حراسة المرمى؟ فاول لصالح الغاسية، فاول للقادسية. شوت لكن تضرب، إذن تغطية دفاعية. كرة ملعوبة، عدي الصيفي لصالح السالمية جهة اليسار ومحاولة بيقطعها خالد القحطاني بمر متابعة لكنها مقطوعة. عدي الصيفي على طول لكن ساعد ندى بيقطعها، ترجع لصالح القادسية. عبد الله ماوي تنقل إلى لسنة ديابي، يابي بتقدم حاول مر لكن رجع لصالح السالمية. تلعب جهة اليمين شاهين خميس، نغلى على طول وانتو إلى شاهين لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. إذن كانت جديدة من كرة ثابتة من مساعد ندى، كانت فيها فرصة الحقيقة لكن التنفيذ أعطى أفضلية في الحيطة البشرية الدفاعية. كرة ملعوبة لصالح الغاسية، ديابي أحمد عبد الغفور يشيلها يتابعها في رأس الخطيب. كرة مع السالمية، نغلى الآن للمحاولة جهد فهد الرشيدي. فهد الرشيدي محاولة كرة عظيم لكن بيشيلها عبد الرحمن العنزي، ترجع لصالح السالمية. عدي الصيفي نغلى جهة اليسار إلى محمد سويدان، ترجع في رأس الخطيب حافظ على الكرة بمر وشايد خطرة لكن بيشيلها خالد الرشيدي. بيشيلها خالد الرشيدي، حلوة كورنر لصالح السالمية. شوف لعادة، شوف راس الخطيب هيا نفسه سدد كرة قوية لكن أبعدها خالد الرشيدي خارج المرمى، خارج الملعب بعيد عن المرمى. كورنر في راس الخطيب القادم أيضا من مشاركة مع المنتخب العربي السوري. كورنر ملعوبة شاهين خميس، المحاولة تنشاب الراس تطرح عدي صبيب عرض بالجول لكن تغطية دفاعية، ترجع لصالح السالمية. شاهين خميس عرضية محاولة لكن أيضا تنشال شايد على طول هدهود بعيدة عن المرمى. إذن الكرة لخارج الملعب، حلوة محاولة السالمية الحقيقة الاستفادة من الكرات الثابتة. كورنر شوف العادة هذه الأولى عدي صيفي لكن تغطية كانت من مساعد ندى، تابع شاهين خميس وأيضا تغطية ترجع إلى الهدود لكنها بعيدة عن المرمى وتبقى النتيجة واحد للغادسية إلى السالمية. ومرت تقريبا 27 دقيقة أحداث بالشوط الأول من المباراة. كرة ملعوبة إلى فراس الخطيب، شيلة ترجع مرة ثانية لصالح السالمية. فراس الخطيب يغير بها ناحية اليمين شاهين الخميس، كرة اللعب ومحاولة مستمرة لصالح السالمية. هجمة بتقدم الجميع، نغلى محاولة من الهدود لكن بيغطي خالد القحطاني، يتابع أحمد الرياحي لصالح القادسية. عبد الله ماوي أحمد الرياحي، كرة ملعوبة لصالح القادسية. عبد الله ماوي حلوة الوانتو ثلاث مرات الآن، نغلى محاولة عرضية لكن تغطية دفاعية أحمد عبد الغفور. عبد الله ماوي بيحاول لكن في فاول تدخل كان من غازي القيدي في ثاني مرة في نفس المكان. فاول لصالح القادسية، فاول لصالح القادسية. شوف عبد الله ماوي موه لكن الالتحام حصل لمصلحة القادسية وعبد الله ماوي وفي فاول بنفس المكان في نفس اللاعب لكن المهاجم مختلف.
الأولى أحمد الرياحي، الثانية عبد الله ماوي. وفي فاول شايف راح ينفذ ريناتو ليما البرازيلي. هل ينجح البرازيلي في الكرة الثانية الثابتة اللي تركها مساعد ندى إلى ريناتو ليما؟ فاول لصالح الغازية. نلعب بالدقيقة ومرت 28 دقيقة. ريناتو البرازيلي حطاع المرمى، خطر الله، حلوة مرت، لكن بجانب القائم الأيسر. هذا ريناتو، شوف لعد البطيء، شوف حطة لكنها مرت وبعيدة إذن بقليل عن القائم الأيسر للسالمية. كرة ملعوبة، مقطوعة لصالح الغادسية بالنص إلى ريناتو أحمد الظفيري. ريناتو لكن بنقله إلى عبد الله ماوي، تابعه الظفيري، نقله إلى رضا هاني، بيتقدم عرضية محاولة لكن دليل وفي رايه موقف تسلل على ديابي، موقف تسلل على ديابي. العادة لموقف ديابي في الكرة الأخيرة، ومن ثم محمد أشكلالي المساعد الثاني يعطي أفضلية لقرار لموقف التسلل. كرة ملعوبة لصالح الغازية، ديابي نغلة جهة اليمين إلى أحمد الرياحي، ومع ريناتو ينتظر أيضا التمرير. ديابي محاولة يتابعها لكن بعيدة هيدا، والكرة اللي خارج الملعب. هذا ديابي، أندية عديدة الحقيقة في الدوري، نجوم قطر، ومن ثم انتقل في بداية هذا الموسم لنادي صحم، ومن ثم الانتقال مع نادي الغاتية في الانتقالات الشتوية الأخيرة في شهر واحد، وفي مبارياته الأخيرة أعطى فائدة كبيرة الحقيقة في مشاركاته مع القادسية. فاول لصالح السالمية، فاول للسالمية. كرة ملعوبة، غازي القيدي، محمد الأدود في رأس الخطيب، مقطوعة للقادسية. لما بيلعبها طويلة ناحية أحمد الظفيري، حاول يحافظ على الكرة، خالد القحطاني بيتابع مع رضا هاني، ظفيري لكن ترجع بالنص إلى لما بينقلها، تلعب إلى عمرو المعتوق، بيلعبها إلى أحمد الظفيري، ريناتو لما يلعبها لديابي، تابعها محاولة لكن مقطوع الكرة لصالح السالمية. روجي وروح رياضية بن شاهين الخميس، كرة لخارج الملعب، لعادة الاحتكاك ديابي مع أحمد عبد الغفور، لكن بيقوم ديابي، لمسة كانت بروح رياضية من شاهين الخميس. إذن الفريقين، تقابل الفريقين في 107 مباراة من خلال الدوري، 107 مرات فاز الغاتسية 56 مرة، والسالمية فاز 27 مرة. كرة ملعوبة شاهين الخميس بالنص الغاتسية، التعادل كان 24 مباراة ما بين الفريقين، يعني نتكلم عن 170 لقاء جمع الفريقين، 56 غادسية فوز، 27 السالمية فاز، وتعادل الفريقين
في 24 مباراة. كرة ملعوبة لصالح القادسية ومحاولة عرضية من القحطاني. عبدالله ماوي بيتابعها. أيضا كرة عرضية محاولة لكن تغطية من أحمد عبد الغفور بيشيلها إلى شاهين الخميس. قدم شاهين الخميس لكن بيقطعها من الظفيري. بيلعبها إلى ريناتو. رضا هاني كرة معها. تقدم رضا هاني بيلعبها إلى عبدالله ماوي. أحمد الظفيري بيلعبها إلى عبدالله ماوي. بيحاول بيحافظ على الكرة بيحاول يمر لكن ظفيري بيتابع أحمد الرياحي. ريناتو بيمر بيحطها بالجول. الله حلوة 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 من ريناتو. ريناتو واضح بالصورة حلوة. يستلم كرة بالمنطقة الصعبة الحقيقة. شوف شوف العدد شوف لا شوف ريناتو شوف مر وحط كرة لكن سطام الحسيني منع كرة رايحة بالجول. سطام الحسيني منع كرة. شوف 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 الاستلام والمرور من ريناتو حلوة لكن أيضا التغطية في حراسة المرمى سطام الحسيني يبعد الخطورة والكرة لخارج الملعب كورنر لصالح القادسية. وسطام الحسيني في أرضية الملعب لقى العلاج. مباراة ما بين الفريقين في القسم الثالث. طبعا أكيد يسأل أو الكثير من الجماهير تسأل خاصة الغدساوية غياب بدر مطوع عن المباراة. طبعا غيابه لعدم الجاهزية فقط. هذا بالنسبة لعدم تواجد بدر مطوع وفي كورنر. سلامات سطام الحسيني. كرة ملعوبة لصالح القادسية والمحاولة لكن في فاول لصالح السالمية. هذا أحمد العلي حكم اللقاء. كم دولي تلعب طويلة لصالح السالمية. عدي الصيفي مع عامر المعتوب اللي بيقطعها. بيلعبها إلى عبدالله ماوي. كرة لصالح القادسية. قدام عبدالله ماوي لكن بيقطعها في راس الخطيب لصالح السالمية. محمد الأدود كرة مع السالمية. محمد الأدود بيلعبها إلى فهد الرشيدي. طاح مساعد ندى لصالح القادسية. أحمد الظفيري بالنص بالخطأ تروح إلى بدر رشيدي لصالح السالمية. شاهين الخميس جهة اليمين مع عودي الصيفي. كرة مع عودي الصيفي. السالمية رجيه فراس الخطيب كرة معه بيلعبها جهة اليسار إلى محمد الهدود. بناء هجمة الآن أوضح كانت الرؤية الآن بالنسبة لي تقدم الجميع. فراس الخطيب يحاول تقدم. فراس الخطيب يرجع به نفسه. فراس الخطيب كرة مع السالمية تلعب هدود عرضية محاولة لكن عمرو المعتوق بيشيلها. ما زالت الكرة خطرة داخل 18 لكن تغطية. يتابعها ريناتو لصالح القدسية. ديابي بيحاول لكنها مقطوعة. محمد سويدان رجع معه واحتكاك وفي خطأ. خطأ ممكن يكون للسالمية. وسلامات رضا هاني. سلامات رضا هاني في أرضية الملعب. إعادة مع روجي الكاميروني. في فاول لصالح السالمية. فاول لصالح السالمية. كرة ملعوبة على طول داخل 18 عبر الراس لكن في موقف تسلل في صالح القادسية.
كرة لخارج الملعب وهذا جانب أيضا من جماهير الغدسية الحاضرة في هذا اللقاء. طبعا كان اللقاء اليوم تغير التوقيت، رغم أنه يعني تغير التوقيت لكن حضرت الجماهير ورابطة التشجيع. كانت المباراة في البداية في ساعة 25 دقيقة، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تأجلت إلى الساعة 47 دقيقة، وفعلا تحسن الجو. ذلك أيضا رؤية من الاتحاد أن تكون الأجواء جيدة بمتابعة جيدة، لكن بالنسبة للطقس ممكن يتغير في أي لحظة في هذه الأيام مع التغييرات الجوية. والنتيجة ما تغيرت إلى الآن، الغدسية 1 والسالمية لا شيء. كرة ملعوبة لصالح السالمية، مقطوعة، عدي الصيفي في الوسط، شاهين الخميس، عدي الصيفي، كرة مع السالمية، فراس الخطيب، نقلة جهة اليمين إلى محمد زويدان، بيتقدم بيلعب كرة عرضية زويدان، لكن سعد الدابي يشيلها لخارج الملعب. واجد بساعد لدى إذن هذه المرحلة، أكيد دافع قوي جدا في خط دفاع الغدسية. أيضا يغيب عنا خالد إبراهيم، أسماء عديدة تغيب عن القادسية مهمة. كورنر لصالح السالمية، شاهين الخميس تلعب لكن تغطية من رضا هاني، كرة لخارج الملعب، رضا هاني اللي بيغطي من أمام فراس الخطيب، الكرة كانت ملعوبة لفراس الخطيب، واضح بالصورة بمتابعة من رضا هاني مع فراس الخطيب. كورنر، شاهين الخميس تلعب جهة ثانية، محاولة ساعد ندى بشيلة، ديابي بيتابعها، بيلعبها طويلة في الأمام لكن بعيدة، وما في أي لاعب متقدم الغدسية، الرجوع كامل بتغطية دفاعية، لكن كرة ملعوبة لجهة اليسار، حمد الأدود محاولة لكن بشيلة خارج القحطاني، أحمد الضفيري بيتابعها، ومعاه ديابي بيستلم كرة بيحاول ينطلق لكن احتكاك، وفي فاول لصالح الغدسية، فاول لصالح الغدسية لعدة يابي. كرة لصالح الغدسية، وصلنا إلى الدقيقة 40 أحداث الشوط الأول، والغدسية 1 عن طريق اللاعب خالد القحطاني. كرة ملعوبة لصالح الغدسية في الأمام ناحية القحطاني، جهة اليسار، هجمة لصالح الغدسية، ديابي بيتابعها لكن بيغطي أحمد عبد الغفور، والكرة لخارج الملعب، كرة لخارج الملعب. ثلاثين ديابي وخالد القحطاني على التنفيذ، والسلمية بالنسبة الفوز في هذه المباراة مهم جدا كما هو الحال مع القدسية، أن تحافظ على المركز ومن ثم الفوز بجميع المباريات وحسابات كثيرة الحقيقة بالنسبة للفرق بشكل عام، خاصة خمس فرق الأولى بالترتيب. كورنر لصالح القدسية، ريناتو على التنفيذ، ريناتو بيلعبها كورنر، محاولة لكن تغطية من غازي القيدي لخارج الملعب، غازي القيدي عدد الأهداف المسجلة للقادسية في مرمى نادي السالمية من 107 لقاء جمع الفريقين 206 أهداف، هذا للغادسية، أما بالنسبة للسالمية 127 هدف، طبعا من غير احتساب هدف الغدسية اليوم، هذه هي أعداد الأهداف للفريقين في تاريخ لقاءاتهم، 206 الغدسية 127 هدف
لصالح السالمية، كرة ملعوبة لصالح القدسية، عبد الله ماوي لعبد الرحمن العنزي، العنزي ريناتو، عمرو المعتوق، نغلة إلى عبد الله ماوي، كرة مع القدسية لكن تطلع الكرة لخارج الملعب. رمي تماس لصالح الغدسية، عامر المعتوق يلعبها إلى ريناتو، كرة اللعب عرضية لمال قحطاني بيتابعها، يحاول يكمل لكن أحمد عبد الغفور بيشيلها، شاهين الخميس بيلعبها في الأمام إلى محمد زويدان، كرة لصالح السالمية، محمد زويدان بيلعبها إلى عدي الصيفي، محاولة وتدخل لكن كرة مقطوعة، كرة مقطوعة لصالح الغازي أحمد ظفيري، وروح رياضية والكرة لخارج الملعب. الكرة كانت مقطوعة لكن أيضا كانت في روح رياضية رغم أن وجود هجمة لصالح الغدسية، وبرافو سلامات لعدي الصيفي، كرة ملعوبة لصالح الغدسية، عامر المعتوق جت اليمين، عامر المعتوق بتقدم بيلعبها إلى عبد الله ماوي، إلى رضا هاني، كرة مع عدي الصيفي، فاول على عدي الصيفي لصالح الغدسية، رضا هاني على التنفيذ، تلعب إلى عبد الرحمن العنزي، ريناتو بيرجعها بالنص، مقطوع الكرة إلى روجي، محاولة كرة ملعوبة لصالح السلمي في رأس الخطيب، داخل متعش بحطها، حط بقول الله 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 الله، حلوة وجول جول جول لصالح السلمية، لصالح السلمية، عطب شماله في رأس الخطيب، الخبرة الكبيرة الحقيقة في الوقت بدل الضايع المحتسب، إذن يأتي هدف التعادل لصالح السلمية بكرة استفاد منها السلم، شوف 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 ما تأخر ما تأخر في رأس الخطيب، هدف التعادل لصالح السلمية في رأس الخطيب، حطها بشماله حطها بشماله، إذن استلم الكرة السلمية من التمريرة الخاطئ، إذن يستفيد بهجمة كانت سريعة بتمريرة أسرع كانت لفراس الغضب، حطها بيسارها، اضربت القائم الأيسر ومن ثم هي الكرة في المرمى، هدف عن طريق اللاعب الخبير الحقيقة فراس الخطيب ليزيد من أهدافه اللي تفوق فيها في الترتيب العام من خلال اشتراكه في الدوري الكويتي منذ حضوره. فراس الخطيب إذن ما زال موجود، ما زال يسدد الأهداف، ما زال إذن يشكل خطورة في خط هجوم نادي السالمية، واحد 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 واحد، دقيقتين إذن وضعها أحمد العلي حكم اللقاء، لحظات الأخيرة إذن حلوة من فراس الخطيب بهدف جميل حقيقة، فراس الخطيب قادم قبل أيام بمشاركة مع المنتخب العربي السوري، كرة ملعوبة ريناتو لصالح القدسية، هل يصحى القدسية الآن ويعود بهدف، لكن أحمد العلي إذن ينهي أحداث الشوط الأول بالتعادل ما بين الفريقين بدقيقة 11، خالد القحطاني، وفي الدقيقة 46 في الإضافي في الوقت الإضافي هدف لصالح فراس الخطيب للسالمية. نذهب مشاهدين ومتابعينا إلى الاستديو.
للزميل محمد بقريس استوديو تحليلي، ومن الاستوديو تحليلي الى استاد الصداقه والسلام. مشاهدينا بكل مكان اجدد لكم التحيه مع هذا اللقاء اللي يجمع القادسيه والسالميه في دوري فيفا للدرجه الممتازه الدوري الكويتي. احداث الشوط الاول اذا انتهت بالتعادل ما بين الفريقين. دخلنا الان في مرحله الشوط الثاني واللي اتوقع يكون فيها حديث وتغيير كثير. هدف اول كان من خالد القحطاني، دقيقة 11 هدف التعادل عن طريق فراس الغضيم، هدف جميل بيساره الحقيقة بيحط له كرة. إذا تعادل ما بين الفريقين، فراس الغضيم القادم من المشاركة مع المنتخب الوطني السوري وحقق أيضا سجل هدف في هذه المباراة أمام المنتخب العراقي واللي انتهت بنتيجة 1-1. إذا فراس الغضيب مو بعيد عن التهديف، عرف المرمى، صاحب خبرة كبيرة. نتمنى أيضا للجميع التوفيق في هذه المباراة وفي الدوري بشكل عام. خالد القحطاني يطالب بوجود خطأ وحديث مع احمد العلي حكم اللقاء. فاول لصالح القادسيه. فاول لصالح القادسيه، مساعد ندى على التنفيذ. كره ملعوبه على المرمى، خطره لكن بيشيلها سلطان الحسيني. حلوه، مساعد ندى بيحط له كره يحاول يخادع فيها حارس المرمى للسامية سطام الحسيني، لكن بيبعدها ويبعد الخطورة لخارج الملعب. كورنر لصالح للغادسية بالدقيقة الثانية. ريناتو على التنفيذ، كرة ملعوبة، محاولة لكن بيشيلها حدين صيفي اللي راجع في دفاع السامية. شان الخميس بيحاول يتابعها لكن عمر معدوق بيقطعها. كرة ما زالت بالنص وحايرة ما بين الفريقين. عبد الرحمن العنزي بيحاول لكن تغطية والكرة لخارج الملعب لمصلحة السالمية. هذا شاي الخميس، أحمد عبد الغفور، كرة مع عائلة محمد سودان، كرة مع السالمية بينقلها لكن بالخطأ مقطوعة إلى ريناتو يتقدم فيها القادسية. محاولة الآن، شايف كرة قوية حطها بالجول لكن مرت كرة حلوة الحقيقة من ريناتو، حط له كرة قوية البرازيلي ريناتو ليما. لي خارج الملعب، شوف الإعادة، شوف حط له كرة قوية حقيقة ريناتو بتمر وبعيدة عن مرمى نادي السالمية وتبقى النتيجة 1-1. 1-1، كرة ملعوبة طويلة من سطام الحسيني لصالح السالمية، فراس غطيب لكن ترجع إلى الخلف يتابع فهد مرزوق. شايل الخميس، كرة مع السالمية، مقطوعة رضا هاني. رضا هاني بيحاول يحافظ على الكرة وفي فاول. فاول هذا رضا هاني، شارك مع المنتخب بالكويت الوطني في مبارياته الأخيرة. رضا هاني واحد من النجوم القادمين، تلعب الكرة، ساعد ندى نغلة إلى رياحي بيرجعها. ساعد ندى تلعب الكرة في الأمام داخل تمتاز لكن في رايه وموقف تسلل. هيا حاضرة من الدولي ياسر احمد المساعد الاول. هذا خالد القحطاني بالعاده، اذا كره لصالح السالميه. ساعة
سطام الحسيني على التنفيذ. نلعب طويلة أقرب لها. حارس المرمى خالد الرشيدي، حارس مرمى الغدسية رضا هاني، كرة مع الغدسية والبحث عن هدف ثاني للفريقين. ساعد ندى، كرة مع الغدسية تلعب طويلة في الأمام إلى أحمد الرياحي، لكن الكرة تطلع لخارج الملعب. رمية تماس لصالح السالمية، تلعب بالنص رجي سالمية مقطوعة الغدسية، أحمد ظفيري جاتي اليسار بيتقدم، مر ظفيري خطرة عرضية لكن سطام الحسيني، كرة عرضية الحقيقة تقدم فيها أحمد الظفيري لكن سطام الحسيني بيغطي بشكل ناجح. تلعب للقدسية رضا هاني، تغطية بتروح لصالح السالمية شاهين الخميس، بيلعبها إلى فراس الغطيب، كرة معاه بتقدم فراس الغطيب، يحاول لكن مع رضا هاني يقطعها بيتابعها عبد الله ماوي، عبد الله ماوي تلعب الكرة لصالح القدسية، أحمد الرياحي يكمل فيها الظفيري عرضية ومحاولة جابي فيها خطرة ممكن لكن شيلة من أمامه غازي القهيدي، سينا ديابي خطر جدا داخل 18 داخل 18 إذن تنقطع الكرة لخارج الملعب، كورنر لصالح القدسية، كرة ملعوبة الغدسية، عبد الرحمن حط الله، ايضا سطام الحسيني بيشيلها في ثالث كرة في المرمى، سطام الحسيني بيشيل كرة ممكن يكون هدف لصالح الغدسية، ثالث كرة، ثالث كرة سطام الحسيني، سطام الحسيني عطى عبد الرحمن العنزي، عطى عبد الرحمن العنزي براسها، فرصة كانت لصالح الغدسية والكرة كورنر. شوف العادة، شوف حطة رايحة بالجول لكن طام الحسيني، كرة ملعوبة كورنر ناتو، حط حاول لكن اوف، والكرة فيها فاول لصالح السالمية، عبد الرحمن العنزي 1-1 1-1 الغدسية والسالمية، خالد القحطاني وفي راس الخطيب، شوف العادة للفرصة الأولى أو الكورنر الأول للغدسية لكن سطام الحسيني منع هدف ممكن يكون لعبد الرحمن العنزي مدافع نادي الغدسية. إذا نتكلم عن فراس الخطيب وهدفه الأخير وصل إلى هدف رقم 155 في الدوري الكويتي و201 في جميع المسابقات ومشاركاته في كرة القدم الكويتية. وفراس الخطيب برغم كبير سلامات لاعب نادي الغدسية في أرضية الملعب، وبالعادة الاحتكاك أحمد الظفيري مع روجي، وأحمد العلي حكم اللقاء إذن يتأكد، إذن
ما زالت النتيجة 1-1. هدف التعادل للسلمية أتى في الشوط الإضافي بأحداث أو الشوط الأول وفي وقت الإضافي المحتسب دقيقتين وضعهم أحمد العلي، وداليبور يبحث عن نتيجة إيجابية من هذا اللقاء، وتعليمات من أحمد العلي إلى مساعدة. إذا نذكر مشاهدينا متابعينا هذا اللقاء في القسم الثالث في الدوري الممتاز، الدوري الكويتي للدرجة الممتازة، وهذا هو هدف خالد القحطاني في الدقيقة 11 أحداث الشوط الأول، وهذا هدف فراس الجميل حقيقة ورغمة في الدوري الكويتي من خلال مشاركاته بالعديد من الأندية الكويتية. وصل الآن هذا الهدف هو الرقم 155 في نطاق الدوري وفي نطاق المسابقات في كرة القدم الكويتية، 201 مستوى عالي جدا لهذا النجم السوري المحترف في الكرة الكويتية. نتمنى له التوفيق في قادم الأيام. كرة ملعوبة للسالمية مقطوعة عامر المعتوق ومحاولة، لكن السالمية كرة معاه فراس الخطيب، هجمة الآن لصالح السالمية ومحاولة خطرة، لكن أقرب لها بتغطية من مساعد ندى إلى خالد الرشيدي اللي بيلعبها طويلة إلى ديابي، ديابي وتغطية دفاعية سلماوية إلى الهدهود بيلعبها إلى فراس الخطيب، وفي فاول على رضا هاني، فاول لصالح السالمية، هذا فراس الخطيب. فراس الخطيب كرة مع تنقطع القادسية لاسينا ديابي إلى ريناتو، أحمد الظفيري، ظفيري بيلعبها إلى رضا هاني، 1-1 سالمية 27 نقطة بالمركز الثاني والقادسية المركز الثالث 23 نقطة. كرة اللعب ساعد ندى، قادسية محاولة لكن تغطية والكرة لخارج الملعب لمصلحة السالمية، هذا مساعد ندى. القادسية لعب 16 مباراة، فاز في 6 تعادل في 5 وخسر 5 مباريات، بينما السالمية لعب في 16 مباراة السابقة فاز ب 8 تعادل ب 3 خسر ب 5 مباريات. هذا بالنسبة لمشوار الفريقين. وكرة ملعوبة لأحمد رياحي محاولة لكن سويدان بيشيلها، عمى سويدان إلى يبعد الخطورة، والتذكير أن علي نادر من نادي السلمية بتغيير اضطراري دخل بداله محمد سويدان أحداث الشوط الأول، والمباراة متوازنة ما بين الفريقين بعيد أو بعيدة عن الخطورة في الانتقال، لكن شايف أحداث الشوط الثاني القادسية أكثر استحواذ وتمركز في ملعب نادي السالمية، ما في إلى الآن المحاولات قليلة جدا بالنسبة للسالمية في أحداث الشوط الثاني. كرة ملعوبة، عبد الله ماوي بيلعبها جهة اليمين إلى عامر المعتوق، عامر المعتوق عبد الله ماوي، كرة مع القادسية، أحمد ظفيري إلى جهة اليسار خالد القحطاني، لكن تطول تطلع الكرة لخارج الملعب، خارج الملعب هذا خالد القحطاني، والبحث عن النقاط الثلاث للتقدم والابتعاد. حتى بالنسبة للحسابات اللي ممكن تكون موجودة بالنسبة لنادي السالمية يطمح أن يكون هو الفائز بجميع المباريات، ومن ثم التأخر المتصدر نادي الكويت
لكن كلها حسابات ورؤى في الورقة والقلم في كتابات، لكن الأمور برؤية الجماهير مختلفة، والطموح في الانتصار حاضر لكل فريق، والكرة ملعوبة من السويدان بنفس المكان، والكرة لخارج الملعب، رمية تماس لصالح السالمية. هذا روجي محترف كاميروني في هذا الموسم مع السالمية، في الموسم السابق مع نادي الجهرة. كرة ملعوبة للسالمية، روجي بيلعبها طويلة بعيدة عن الجميع، والكرة لخارج الملعب. بالنسبة لنادي القادسية وتسجيل الأهداف في هذا الموسم 25 هدف سجل القادسية، بينما في المرمى أو في مرمى القادسية 20 هدف. هذا بالنسبة للقادسية، أما بالنسبة لنادي السالمية 23 هدف سجل السالمية، وفي مرمى 21 هدف في مرمى. بدر مطوع استعد الآن للدخول، كرة ملعوبة لصالح القادسية، أحمد ظفيري ساعد ندى، عبد الرحمن العنزي يلعبها إلى ريناتو، كرة مقطوعة للسالمية لكن تطول وتطلع الكرة لخارج الملعب، تلعب على طول من عامر المعتوق، هزي بيشيلها ترجع القادسية، دلماوي بتقدم بيلعبها إلى ريناتو، لكن عدي صفي اللي راجع ويقطع كرة إلى روجي إلى فراس الخطيب، كرة مع السالمية تقدم بشكل سريع، جاءت اليسار شاهين الخميس، نغلي الآن محاولة كرة عرضية حلوة لكن أقرب لها خالد الرشيدي حارس المرمى، نغلي طويلة من ريناتو لكن تغطي من غازي يتابعها، دلماوي شايت على الجول، هذا بالغلط، برافو عبد دلماوي، حلوه عبد دلماوي، حلوه حلوه حلوه، فاجئ فاجئ بيها الحقيقه حارس المرمى وخد دفاع نادي السامية بذكاء عالي جدا، عبد دلماوي بالدقيقه 17 يسجل عبد دلماوي بذكاء عالي جدا الحقيقه، هدف ثاني لمصلحه نادي القادسيه، حلوه حلوه، نجم عبد دلماوي وهو ايضا بالمنتخب الوطني الكويتي، شوف العاده عبد دلماوي استغل تغطيه دفاعيه ليفاجئ فيها الجميع، سكنها وسددها بيساره قويه، شوف عبد دلماوي بيساره حلوه حلوة حلوة، عبد الله ماوي بذكاء عالي الحقيقة، عطله كرة في المرمى، برافو عبد الله ماوي، برافو، حلوة، هدف ثاني للغسيل بدقيقة 17 لتصبح النتيجة 2-1 وتغيير، إذن دخول بدر المطوع وخروج لاسينا ديابي، أولى تغييرات القادسية، وشايف أيضا السالمية حاضر تغيير قادم، كرة ملعوبة 2-1 لصالح القادسية، هدف جميل من عبد الله ماوي بيستغل فيها الحقيقة، نظرة عالية جدا برؤية جميلة من عبد الله ماوي باستقبال بتغطية دفاع نادي السالمية، كرة ملعوبة بدر مطوع محاولة الآن لكن الكرة لخارج الملعب لصالح السالمية 2-1، هذا بدر مطوع يدخل الآن، مرة 19 دقيقة أحداث الشوط الثاني من المباراة، يأتي نجم بدر مطوع إذن في هذه المرحلة، والمساندة بعد التقدم بهدف ثاني لمصلحة القادسية، كرة ملعوبة عبد الله ماوي بيرجعها إلى عبد الرحمن العنزي، عبد الله ماوي كرة مع القادسية تقطع تروح إلى فراس الخطيب إلى عدي الصيفي لصالح السالمية، تقدم نغلة إلى محمد الهدود، كرة عرضية لكنها بعيدة، تطلع الكرة لخارج الملعب
القادم. تغيير آدم شايل الخميس راح يطلع وراح يدخل بديلا عنا فيصل العنزي. فيصل العنزي يدخل الآن بديلا عن شايل الخميس. بتتغير الأمور والرؤية بالنسبة لعبد العزيز حمادة بتغييره الثاني. الأول كان اضطراري والثاني الآن يأتي بتغيير فني. هذا شايل الخميس أيضا هو من اللاعبين الشباب القادمين. كرة ملعوبة للقادسية. نغلو محاولة لكنها مقطوعة. فيصل العنزي يحاول لكنها مقطوعة. رضا هاني كرة معاه بيرجعها إلى عبد الرحمن العنزي. كما توقعت لكم بالنسبة لبداية أحداث الشوط الثاني راح تكون الطريقة مغايرة جدا، لكن تأخرت الحقيقة. من بعد الربع ساعة أتى هدف ممكن يغير فيها الكثير من الأمور، والتغييرات الآن حصلت. وأحمد الرياح كرة مع القادسية. عامر المعتوق كرة معه بيلعبها في الأمام لكن تنقطع. غازي القيدي، عدي الصيفي في النص بيستقبله ويحاول يمر. يمر عدي الصيفي كرة مع السلمية. عدي الصيفي كرة معه بيلعبها، عرضية محاولة لكن تغطية. مساعد دده فراس الغطري بيتابعها لصالح السلمية. بتقدم داخل منطقة 18 كرة مع السلمية بيحاول والضغط بأكثر من أربع لاعبين. نغلى الآن عدي الصيفي جهة اليمين إلى السلمية ومحاولة كرة عرضية تحط الراس فهد الرشيدي، لكن أقرب لها من فهد الرشيدي أخو خالد الرشيدي. فهد الرشيدي المهاجم وخالد الرشيدي حارس المرمى الإخوان. والكرة ملعوبة لصالح بدر مطوع. كرة مع القادسية. بدر مطوع جات اليسار بيستقبل بيلعب كرة عرضية لأحمد رياحي. حلوة بيسكنها حلوة بهدر جول، لكن حلوة من غازي القيدي اللي بيغطي من أمام. كرة كانت رايحة على المرمى لصالح القادسية لكن تغطية من غازي القيدي. شوف العداء شوف العداء. بدر مطوع كرة عرضية واستقبال مثالي من أحمد رياحي لكن تغطية غازي القيدي تبعد الخطورة من أمام المرمى. كرة ملعوبة لسالمية عدي السيفي بيحطها لكن مر بتمر وبعيدة. حلوة المباراة احلوت من بعد الهدف بالدقيقة 17. احلوت المباراة وصلنا إلى 22 دقيقة أحداث الشوط الثاني. شوف اللعبة من فراس الخطيب ومتابعة من عدي الصيفي من فهد الرشيدي لكنها بعيدة. حلوة نبيها تحلى نبيها تتغير نبيها تكون أكثر فعالية من خلال المهاجمين. عدي صيفي لصالح السالمية الآن داخل 18 بيحاول عدي صيفي لكن تغطية من عبد الرحمن العنزي. الهدود بيلعبها لكن ناتو بيغطي. ترجع مرة ثانية لصالح السالمية. كرة مع السالمية روجي. روجي بيحاول يتقدم الآن. نغلى إلى عدي الصيفي لكن تنقطع تروح لصالح القادسية. أحمد الرياحي بيتقدم. أحمد الرياحي بيحاول لكن تغطية من غازي القيدي بيقطعها. ترجع أحمد ظفيري هو اللي بيقطعها أيضا. نغلى الآن إلى بدر مطوع. كرة مع القادسية. بدر مطوع بيحاول يمر. بدر مطوع بيلعبها لكن بيغطي فهد الرشيدي يبعدها لخارج الملعب. والكرة لمصلحة السلمية. هذا بدر مطوع بداية نزول بنقل الكرة بشكل جميل وتغيير قادم. محمد خليل لاعب المنتخب أيضا نجم قادم يدخل الآن ويخرج رضا هاني. رضا هاني يخرج ويدخل محمد خليل. كرة ملعوبة. أحمد ظفيري لصالح القادسية. مقطوعة لصالح السالمية. عدي الصيفي بيتقدم. عدي الصيفي بيحاول وفي فاول. فاول لصالح السالمية. 2-1 لصالح القادسية. والمباراة لوت من بعد الهدف الثاني بدقيقة 17. وهذه محاولة عدي الصيفي. محاولة عدي الصيفي. تلعب جهة اليسار إلى فراس الخطيب. النجم الكبير لكن تدور بتغطية من القادسية.
والكرة لخارج الملعب إذا تغييرين للقدسية وتغييرين للسالمية. حمد الهدود كورنر لصالح السالمية. حمد الهدود بيلعبها محاولة بالرأس من رجيه لكن يتابعها فيصل العنزي لصالح السالمية. فيصل العنزي كرة مع السالمية بيلعبها كرة عرضية محاولة تنحط بالرأس لكن أقرب لها خالد الرشيدي حاول فيها أحمد عبد الغفور مدافع نادي السالمية لكن أقرب لها خالد الرشيدي. لعبة طويلة إلى بدر مطوع. بدر مطوع بيحاول لكن كورة أقرب لها فهد مرزود للسالمية. أصبحت المباراة مفتوحة بالنغل الكرات الطويلة لكنها فيها خطورة لو تستغل باللمسات الأخيرة. بالنسبة لمهاجمين الفريقين أحمد عبد الغفور شوف اللعبة الطويلة أصبحت هي الحاضرة بنغلات الفريقين. محاولة الآن تغطية دفاعية كرة لصالح القادسية. عبد الله ماوي صاحب الهدف الثاني لكنها مقطوعة للسالمية. تروح الكرة جهة اليمين إلى فيصل العنزي كرة معاه فيصل العنزي تنقطع محمد خليل إلى ظفيري بيرجعها إلى خالد القحطاني. عبد الله ماوي كرة معاه رجع بيقطعها لصالح السالمية. لا توجد تحضير محمد سويدان كرة مع السالمية إلى غازي القهيدي بيغير فيها جهة اليسار إلى محمد الهدود. محمد الهدود بيلعبها جهة اليسار إلى عدي الصيفي حافظ على الكرة. عدي الصيفي بيحاول يمر لكن عامر المعتوق حلوة بالخبرة إذا يقطعها وترجع مرة ثانية السالمية. فهد مرزوق بيحاول يمر وتدخل من الرياح وفي فاول. فاول لصالح السالمية هذا فهد مرزوق وفي فاول لصالح السالمية. فاول لصالح السالمية محمد الهدود. سالمية تلعب تاخذ من تعش محاولة لكن بيشيل مساحة ديدا. كرة ما زالت خطرة لصالح السالمية ومحاولة يكمل فيها مساحة ديدا مرة ثانية. ترجع مرة ثانية إلى السالمية فيصل العنزي جهة اليمين والمحاولة. محمد السويدان كرة مع السالمية بيمر يلعب كرة عرضية محاولة تحط لكن بيشيلها عبد الله ماوي. ترجع ما زالت الكرة لصالح السالمية. الدقائق إذن والثواني لصالح السالمية. الهدود بيلعبها ترجع عدي الصيفي يحاول يمر عدي الصيفي كرة معاه بيلعبها إلى فيصل العنزي. فيصل العنزي كرة مع السالمية إلى محمد سويدان. محمد سويدان بيلعبها عرضية محاولة لكن عبد الرحمن العنزي بيقطعها. أجمل عدسية الآن حاضرة لصالح القادسية. أحمد الظفيري بيلعبها إلى بدر مطوع كرة ما فيها شيء محاولة. بدر مطوع بيحطها لكن سهلة بيد حارس المرمى سطام الحسيني حارس مرمى نادي السالمية. تلعب فراس الخطيب طويلة جهة اليمين تنقطع لصالح القادسية. ريناتو ليما ريناتو بيلعبها إلى أحمد الظفيري. خالد القحطاني إلى الرياحي. الرياحي بمور بيتقدم أحمد الرياحي. هجمة الآن سريعة الرياحي بيحاول يمر بالثاني بيمر بيحط بجول. الله حلو أحمد الرياحي مجهود عالي جدا وبيغطي أيضا سطام الحسيني والكرة أيضا هي رايحة بالمرمى لكن سطام الحسيني في المرة الرابعة نقول في المرة الرابعة الكرة خطرة على المرمى لكن بيمنعها سطام الحسيني. كرة ملعوبة إلى فراس الغطيب لكن التغطية والكرة لخارج الملعب رمية تماس لصالح القادسية. حلوة من أحمد الرياحي تقدم من نص الملعب حطها بالجول لكن سطام الحسيني بيغطي وهذا عبد الله ماوي صاحب الهدف الثاني. هدف الذكي شوف اللعبة لهدف عبد الله ماوي يفرح منهم بالمدرج. هدف جميل حقيقة ذكي جدا بالتصرف من عبد الله ماوي. كرة ملعوبة للسالمية
محمد سويدان يتقدم الآن ويلعب اليوم أو في هذه المرحلة كظهير أيمن بديلاً عن علي نادر. محمد سويدان كرة ملعوبة في رأس الخطيب، في رأس الخطيب محاولة لكن مقطوعة للقادسية وفي فاول. فاول فاول على فراس الخطيب والكرة لصالح القادسية بالعادة. عبد الله ماوي، هذه فرصة أحمد رياح يشوف بالنص الملعب، قدم مرمى الأول ومرمى الثاني، أصبح يواجه المرمى وحطها بالجول لكن تغطية خطام الحسيني إذا تبعد الفرصة لهدف ممكن يكون لصالح القادسية. ووصلنا إلى الدقيقة 30 يعني حتى أحداث الشوط الثاني ودقائقها مرت سريعة، لأن أصبحت المباراة من بعد الدقيقة 17 هدف ثاني للقادسية. محمد خليل بيلعبها إلى أحمد الرياحي بحط كرة لكن بعيدة، تطلع الكرة لخارج الملعب. أحمد الرياحي كان ممكن يمرر لكن اختار التسديد المباشر، حماس ممكن يكون حاضر لهذا اللاعب في هذه المرحلة. كرة ملعوبة للسالمية واحتكاك وفي أول إشارة أيضا من المساعد الأول بالعادة محمد الأدود وتدخل أحمد الرياحي لكن بالسلامة يقوم محمد الأدود. كرة ملعوبة مقطوعة للقادسية. محمد خليل، عامر المحتوق، أحمد الرياحي، كرة ملعوبة إلى بدن مطوع بحاول يتقدم مع رجي وفي فاول. فاول رجي وتغيير قادم وبدر مطوع يطالب بوجود إجراء إداري لكن الترقب والتغيير قادم. خروج فهد مرزوق ودخول نايف سويد، تغيير ثالث تغيير ثالث إذن للسالمية. وتأكد أحمد العلي من قرار الحكم ورؤية حكم المساعد الأول. حرم اللعبة غير ماشية ومتوقف وفي إجراء للتغيير، يحق للحكم أيضا التأكد لأن يعني إعطاء كل ذي حق من حقه. وأحمد العلي إلى الآن يقود المباراة بشكل ناجح. كرة ملعوبة ومحاولة للقادسية بيشيلها سلطان الحسيني بيتابعها أحمد الرياحي، كرة لصالح القادسية والمحاولة كرة عرضية تنحط بالرأس لكن تطول والكرة لخارج الملعب ركلة مرمى. أحمد الرياحي بيلعب كرة عرضية حاول يتابعها مساعد ندى الواضح بالصورة بتقدم ناجح لكن الكرة لخارج الملعب. هذا بدر مطوع والأحداث الأخيرة وحماس حاضر في اللحظات الأخيرة لكن تبقى النتيجة 2 القادسية 1 السالمية. محمد خليل كرة مع القادسية، محمد خليل بيتقدم إلى بدر مطوع لكن تنقطع السالمية. نافي زويد كرة مع السالمية إلى محمد الأدود بيلعبها إلى نايف زويد، كرة مع السالمية جهة اليسار حاول نايف وفي فاول على عبد الله. مرة فاول على عبد الله ماوي لأن دائما عبد الله ماوي يتعرض للضغط والالتحام السلبي لكن هالمرة عبد الله ماوي هو صاحب الفاول والخطأ لصالح السالمية والتغيير قادم. خروج أحمد الظفيري هذا في رأس الخطيب. نجم السوري الكبير غير إذن تغيير خروج أحمد الظفيري ودخول محمد الفهد. غير ثالث استكمل الفريقين التغييرات. براس الخطيب يلعب كرة لصالح السالمية تلعب الرأس أقرب لها من فهد الرشيدي إلى خالد الرشيدي يؤجل تغيير القادسية.
هذا فهد الرشيدي اللعبة نشوف العادة أقرب لها خالد الرشيدي وفي لعبة كانت سريعة للقادسية لكن أقرب لها سطام الحسيني ترجع الكرة لصالح السالمية اللي أصبحت الآن بأسلوب مفتوح ما بين الفريقين المحاولة للاستحواذ ومن ثم الانطلاق السريع بثلاث نغلات بأبعد تقدير إلى مرمى الفريق المنافس كرة ملعوبة إلى عدي الصيفي بيرجعها إلى محمد السويدان نشوف في هذه المرحلة ممكن طالت التمريرات في رأس الخطيب نغلة إلى محمد الهدود جهة اليسار اللي بيلعب كرة عرضية محاولة لكن بيشيلها عبد الرحمن العنزيلي خارج الملعب يعني حتى إبعاد الكرة الأفضلية اللي بيحاول يحافظ عليها اللاعب المدافع إبعاد الكرة بشكل مباشر خارج الملعب وليس ناحية أي زميل آخر يدل على أن الضغط عالي بدأ وفي كورنر السالمية ملعوبة تنحاط بالرأس خطرة لكن بيشيلها خالد القحطاني بيتابع نافي زويل كرة مع السالمية في لحظات هي السالمية التغييرات ومع التغييرات أفضلية في يعني نتكلم عن 6 دقائق أو 5 دقائق الأخيرة وصلنا الآن إلى الدقيقة 36 دقيقة 36 أيضا كورنر لصالح السالمية كورنر فيصل العنزي على التنفيذ بيلعبها ومحاولة لكن شال والكرة لخارج الملعب من خالد القحطاني هل التغيير الآن ينفذ؟ ينفذ التغيير الآن يخرج أحمد الضفيري ويدخل محمد الفهد محمد الفهد إذن هو البديل الثالث يخرج أحمد الضفيري الثالث لصالح القادسية كرة ملعوبة لصالح القادسية الانتقال السريع أحمد رياحي يتقدم بمرمى الثاني أحمد رياحي كرة خطرة لصالح القادسية محاولة بيتقدم لكن طول تطلع الكرة لخارج الملعب بتغطية حلوة من أحمد رياحي حلوة من أحمد رياحي شوف العادة الانطلاقة من قبل خط المنتصف مرور من الأول والثاني لكن بالنهاية كانت التغطية من أحمد عبد الغفور كرة لخارج الملعب كرة مجهود عالي جدا حقيقة في ثاني كرة ينفذها أحمد الرياحي واللعبة الآن كورنر بدر مطوع إلى محمد الفهد بهي إلى بدر مطوع لكن التغطية من نافي زويد يتابعها لكن تدخل من محمد الفهد لخارج الملعب رمية تماس سالمية 2-1 للغادسية كرة اللعب فيصل العنزي جيت اليمين محمد سويدان كرة ملعوبة عدي صيفي محمد سويدان محمد سويدان بيحاول يمر لكن مقطوعة إلى محمد خليل بيحاول في لمسة يد والكرة لمصلحة الغادسية بالعادة حاول خالد القحطاني للمرور وخطأ لصالح الغادسية تلعب بالنص محمد خليل إلى عامر المعتوق ماوي ترجع مرة ثانية لصالح الغادسية بالنص محمد الفهد محمد الفهد بدر مطوع لكنها مقطوعة يتابع فراس الخطيب هجمة سريعة الآن لمصلحة السالمية فراس الخطيب يتقدم بيحاول يمر بيحاول يمر خطرة خطرة عبد الغفور الله حلوة فراس الخطيب حلوة فراس الخطيب يتابعها أيضا كرة بيصدها خالد الرشيدي للعب عرضية لصالح السالمية عدي صفي بحطها لكن تنزيع من خالد القحطاني ترجع مرة ثانية لصالح السالمية فيصل العنزي بيلعب كرة عرضية والمتابعة هي لصالح عامر المعتوق لصالح القادسية يلعب كرة طويلة بدر مطوع يقطعها روجي
الى فيصل العنزي. اكثر تحرك، اكثر استفادة سالمية بتحركاته عدي صيفي، عرضي ومحاولة بيشيلها مساعدة، يتابعها القحطاني محمد الفهد في اصابة لخالد الرشيدي. سلامات لخالد الرشيدي، حلوة فراس الخطيب بحط له كرة، وهذه عادة للمطالبة بوجود لمسة اليد لكن استكملت، وهذه فرصة فراس الخطيب. شوف هي نفسها ما بين الاثنين، سدد كرة بيسارة على المرمى لكن انقذ المرمى الحقيقة خالد الرشيدي من هدف كان ممكن يكون لصالح السالمية، هدف كان ممكن يكون لصالح السالمية لكن ابعد الهدف الحقيقي خالد الرشيدي في هذه المرحله. في الدقائق المتبقيه دخلنا في دقيقه 40 احداث الشوط الثاني من المباراه، ونجدد التحيه لكل من يتابعنا في هذه اللحظات او من خلال المباراه في لقاء يجمع القادسيه والسالميه في القسم الثالث لدوري فيفا للدرجه الممتازه. وللتذكير تعادل الفريقين في القسم الأول بهدفين لكل منهما، بينما فاز السالمية في القسم الثاني بنتيجة 2-0، وإلى الآن القادسية هو الفائز بنتيجة 2-1. وممكن يكون إذا انتهت النتيجة مثل ما هي ممكن يكون هو رد الدين من أمام السالمية، ومن ثم الاستحقاق في النقاط الثلاث لتصبح نقاط القادسية 26، أم يعادل فيها السالمية النتيجة لتصبح 2-2، ومن ثم الانتقال إلى النقطة 28 بالنسبة للسالمية و24 بالنسبة للقادسية. إلى الآن الأمور مفتوحة ما بين الفريقين، فاول لصالح القادسية، فاول لصالح القادسية. خالد القحطاني الى ريناتو، بيرجعها الى خالد القحطاني، محمد خليل، كرة مع القادسية لكن مقطوعة، تروح الى محمد سويدان بالنص الى فراس الخطيب. فراس الخطيب نقلة الى محمد سويدان، جهة اليسار بيلعب كرة عرضية ومحاولة نافذ سويد بيستقبلها، بيحاول يمر لكن بيقطعها عبد الرحمن العنزي. بدر مطوع، بدر مطوع معاه عبد الله ماوي لكن بيغطي محمد العدود، ترجع الكرة لصالح السالمية. احمد عبد الغفور الى فيصل العنزي بالنص الى غازي القهيدي، حمد العدود، فهد الرشيدي، فيصل العنزي بيلعب طويلة ناحية رجيب، هي بالراس الى محمد سويدان، كرة معاه بمر محمد سويدان، بيلعب كرة عرضية ومحاولة خطرة ممكن تكون لكن كرة ما زالت خطرة، خطرة لكن تطلع الكرة لخارج الملعب، لخارج الملعب، تدخل من أكثر من لاعب بالنسبة للسالمية بنفس الكرة، نفس سويد وعدي صيفي لكن بالنهاية الكرة شوف الإعادة، شوف الإعادة، أكثر من لاعب يحاول فيها، وفهد الرشيدي أيضا حاول لكن اللمسة الأخيرة كانت من فهد الرشيدي لخارج الملعب، ركلة مرمى لصالح القادسية. كرة بنص الملعب، رمي التماس لصالح القادسية، والوقت المتبقي دقيقة واحدة من أحداث الشوط الثاني والمباراة. خالد القحطاني بيلعبها كرة طويلة ناحية محمد الفهد، بيغطي فيها محمد الهدود، بيشيلها غازي الكهدي إلى عبد الله ماوي، بيرجعها لمصلحة القادسية. محمد الفهد، كرة ملعوبة إلى محمد خليل، سويدان بيتابعها لصالح السالمية. فيصل العنزي ترجع مرة ثانية لصالح القادسية لكن في فاول لصالح السالمية، فاول لصالح السالمية، تلعب على طول. الوقت بدأ الآن يكون قليل بالنسبة للسالمية،
وخمس دقائق يضعها أحمد العلي بإعلان رسمي من الحكم الرابع عبدالله الكندري. خمس دقائق وفي فاول لصالح السالمية. محمد الهدود، كرة ملعوبة والمحاولة عرضية بيستقبلها عدي صيفي، لكن في رأي وموقف تسلل على عدي صيفي. اثنين واحد لصالح القادسية، ودخلنا في الوقت بدل الضايع. في احداث الشوط الثاني، خمس دقائق. كرة لصالح القادسية، خالد الرشيدي يلعبها ناحية محمد الفهد، بطول يتابعها غازي القيدي، يرجعها إلى سطام الحسيني. سطام يلعبها لكن مقطوعة لصالح القادسية، محمد الفهد لصالح القادسية، محمد الفهد نقلها لريناتو بيستقبلها وانتو على طول، محمد الفهد بهي نفسه ومحاولة لكن كرة مقطوعة، محمد سويدان لصالح السالمية بينتقل فيها إلى فراس الخطيب، كرة معاه فراس الخطيب لكن في فاول. فاول وفي انذار، أول انذار في المباراة يأتي في هذه المرحلة لعبد الله ماوي، يعني المباراة كانت بعيدة عن أي تأثير خارج عن قرار الحكم. يأتي الآن في الوقت بدل الضائع، كرة ملعوبة إلى عدي صيفي لصالح السالمية، بيلعب كرة عرضية خطرة تنشال من خالد القحطاني. سالمية في رأس الخطيب، قدم شايت من بعيد لكن بعيدة في رأس الخطيب اللي حط له هدف جميل بأحداث الشوط الأول. شوف لعادة في رأس الخطيب، قطع كرة وشات بيسارة لكنها بعيدة، حطها بيسارة بالشوط الأول في المرمى، وقادم من أيضا هدف من أمام مع المنتخب السوري قبل أيام، لكن النتيجة 2-1 لصالح القادسية. القادسية هو المتقدم، كرة ملعوبة محمد الفهد مقطوعة للسالمية إلى رجي إلى فيصل العنزي، يلعب إلى فراس الخطيب إلى عدي صيفي لكنها مقطوعة إلى محمد الفهد، وفي فاول على عدي، فاول لصالح القادسية. مرت ثلاث دقائق تقريبا مرت، وللتذكير الوقت خمس دقائق المحتسب من أحمد العلي، كرة ملعوبة طويلة للقادسية لكنها مقطوعة للسالمية، وجاب يتابعها لصالح السالمية بنص الملعب، فيصل العنزي كرة مع السالمية، حمس ويدان جيت اليمين بيتقدم، حمس ويدان كرة معه بيلعبها إلى نايف لكن كرة لخارج الملعب، فيصل العنزي والأمور إلى الآن أفضلية للقادسية كنتيجة، والجمهور القدساوي يعطي أفضلية إلى الآن، وفي فاول لصالح السالمية، مرت أربع دقائق تقريبا، إذن هي اللحظات الأخيرة، كرة مع السالمية، خطأ فراس الخطيب على التنفيذ، فراس بيلعبها تاخذ من تعش لكن ترجع حط الله متابعة الله ثالثة لكن تغطية من ريناتو حلوة، فرصة للسالمية كان ممكن يكون في هدف ثاني، شوف الأولى
صدى خالد الرشيدي، الثانية ضربت في العارضة، والثالثة تغطية من ريناتو. كورنر تلعب على طول، والمحاولة لصالح السلمية في اللحظات الأخيرة. دخلنا مرة الخمس دقائق الآن أو ممكن بتمر، والمحاولة الأخيرة لصالح السلمية تنحط، لكن تشام من خالد القحطاني، يرجع مرة ثانية صالح السلمية، تلعب مرة ثانية داخل 18، أقرب لاعب تنشال وتنحط من فهد الرشيدي، رجابي يلعب عكسية لكن تنشال وتروح بعيدة وصافرة. إذن أحمد العلي تنهي أحداث المباراة وأحداث شوط ثاني مثير جدا في النصف ساعة الأخيرة تقريبا من بعد الهدف الثاني بالدقيقة 17، يعني أحداث مثيرة وأيضا تحرك مثير ما بين الفريقين، جميل جدا شفنا بأحداث الفريق. هذه اللعبة الأخيرة والمطالبة كانت من نادي السلمية بوجود ركلة جزاء، لكن الرؤية بقرار الحكم بأن الكرة ما فيها شيء، وذهبت إذن المباراة بنهايتها لمصلحة الغزل.